عازف عود ومطرب فلسطيني تخرج عام 2017 من بيت العود العربي وشارك مع أوركسترا بيت العود تحت إشراف الدكتور نصير شمة وله مشاركات في عدة مهرجانات ثقافية وموسيقية وأخيرا شارك في إمارة الفجيرة في الملتقى الفجيرة الأول للعود. أكيد نرحب بطبعا عازف العود الفنان سامر أشتر الكردي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. سعيدين جدا فيك. الله يخليك. أنا أسعد وإن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين ومشاهدين قناة الفجيرة وشعب الإمارات وشعب إمارة الفجيرة بألف خير. الله يحفظك. الله يخليك. أنت بصحة وسلامة والله يحفظك. الله يخليك. ونحن شاكرين لك وجودك اليوم معنا لتسعدنا ولتطربنا بأنغام العود الجميل هذا. الله يخليك الجانب. هذا من حسن حظي والفرصة السعيدة إلي. الله يخليك. الله يسلمك. قبل لا نبدأ طبعا وياك في الفن نبغى نعرف كيف قضيت يوم العيد. طبعا مثل أي بيت عربي عندنا بيبدأ العيد بداية بالصلاة الصبح دائما صلاة العيد وبعدين نرجع على البيت بيكون طبعا عندنا مثل طقوس انه يكون في فطور جماعي للاهل جميعا ويكون عندنا الاطفال طبعا الاولاد العيله طبعا بيجتمعوا مشان يجهزوا حالهم ياخذوا العيديه طبعا اكيد اكيد مثل ما قالت يعني الفنان اللي كنتم مستضيفين قبل شوي انا مو كبير على العيديه صح ما تكبر على العيديه كل حد يبغى عيديه يعني فبتكمل هاي الطقوس مع الاولاد ومع العيله ومع الاسره يعني بهذا الشكل. شكرا للزميل عبد الله. شكرا الله يعطيه العافيه. طبعا الاجواء الجميله وفعلا فرحه العيد تكون مع الاطفال اكثر شيء. صحيح مع الاطفال. نرجع مره ثانيه نرحب بالفنان سامر أشتر الكردي عازف عود. مرحبا بك ونقول لك عساك كل عام وانت بخير. الله يخليك وانتم بألف خير. تسلم يا رب. كنا نتكلم عن موضوع العيديه. اخر مره خذيت فيها عيديه والله هي بدها واحد يرجع كثير للذاكره لورا لانه الواحد ما عم يتذكر. الله يعطيك والله انا بدي ارجع اسال الوالد بالبيت ان شاء الله. الله يخليك. طبعا احنا زي ما بيقولوا كبرنا شوي على العيديه زي ما بيقولوا والعيد صار للصغار بالنهايه. زين نحن نبغى عيديه منك بس بطريقتك الخاصه. تؤمرني. الله يخليك. الله يخليك. راح اعزف لكم شيء من التراث الفلسطيني. جميل. انت كريم ونحن نستاهل. الله يخليك. تؤمرني. Thank you.
الله 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 ابدعت ابدعت الله يعزفك فعلا جزيلا. يعني الموسيقى الله عباره عن كانها لغه كاننا نحن نسمعك وانت يعني تغني بهذه الاوتار الجميله ما هي المشاعر التي قد ترتاحك احيانا وتعبر بها عن اوتارك باوتارك اكثر شيء طبعا دائما يعني بتنتاب الموسيقي خصوصا دائما مشاعر الشجن لأنه طبعاً أي نوتة موسيقية بيعزفها بيحس فيها بجوارحه يعني بمشاعره كلها كافة نعم. إضافة طبعاً مشاعر الحزن طبعاً هاي المشاعر العميقة اللي بتجي من الحزن إحنا ونبتعد عن الحزن شوي اليوم طبعاً الفرح أكيد أكيد أنا جاهي اليوم في عيد فطبعاً أكيد مشاعر الفرح هاي ما بنقدر إنه يعني ننساها طبعا وفي اغاني كثير طبعا فيها الفرح وفيها المشاعر الحلوه هي اللي طبعا بتدخل على نفس الانسان تعمل سعاده بعد طبعا السعاده اصلا الفرحه اللي تكون تدمع فيها العين صحيح. أكيد, اكيد ان شاء الله هذا موضوع الفنان سامر خلينا نتكلم عن جماليات هذه الاله اله العود جمالياته اول شيء هو من الالات الشرقيه يعني اللي فيها صوت اللي فيها الفخامة هذا الصوت والرخامة الجميلة اللي فيه الحنية اللي موجودة طبعا تنوع النغم اللي ممكن يطلع منه هذا يعني شيء مو سهل بالعود انه يطلع وآلة صعبة جدا لحتى انك تعبري بمشاعرك يعني في هاي الآلة يعني فيها كثير كثير مشاعر كثير نعم استخدام هذه الآلة في المناسبات مثل الأعياد والمناسبات الوطنية وحتى الاجتماعية نعم أكيد هلا بما أنه آلة العود هي آلة عربية آلتنا الشرقية المعروفة قديما فأكيد لها استخدام في أغلب يعني مناسباتنا إن كانت بالفرح والسعادة وإن كانت بالأعياد الوطنية اللي حتى يعني في دولة الإمارات ما شاء الله يعني في عندهم اهتمام بآلة العود بشكل كتير كبير ودائما بيقدموها عن آلات كتير بما أنه هي بتهتم بالأصالة العربية تبعتنا واللون الموسيقي اللي بيخصنا أكثر من أي آلات تانية اللي هي ممكن تكون متوجهة للغربي أكثر فهاي الآلة فيها يعني عمق الـ 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 يعني العربية عمق نعم. الأصالة العربية عندنا نعم. إذا تكلمنا عن الموسيقى واختلاف أو الآلات الموسيقية المستخدمة في فلسطين عن غيرها من الدول طبعا الآلات الموسيقية اللي مستخدمة في الوطن العربي بشكل عام هي نفسها هي تقريبا تتشابه في العود والقانون والكمنجة والربابة طبعا بيستخدموا إضافة إلى هذا الشيء في فلسطين الآلة الشعبية الأولى هي بيسموها اليرغول والمجوز اللي هن آلات نفخية يعني آلات بيستخدموها بالأفراح كتير وبيعزفوا فيها على مقامات مثل المقام اللي أنا عزفته قبل شوي هو مقام البياتي هو المقام الأكثر شيوعا وشعبية في فلسطين ويستخدموه بشكل مستمر في الأفراح وفي الأعراس في الفرق الشعبية وهاي الفرق اللي بتحيي الأعراس يعني والحفلات الموسيقية نعم نبغى نسمع شيء عيال نحن الحين أكيد طبعا تسمع موسيقى ولا مع صوت والله هو يعني كريم ونحن نستمع الله يخليك الله يخليك أحسن معكم وبعاد الأستاذ محمد عبد الوهاب عفوا محمد عبده محمد عبده تتشابه الأسماء Thank you.
الله عليك على ابداعك ويعني اتقانك لريشه العود. تسلم يعني فعلا كان يعني هو اخطبوط ما شاء الله عليك. العفو العفو ما شاء الله عليك ابداعك. شو اللي حببك آلة العود؟ كثير امور. اول شيء لانه مثل ما حكينا هي الآلة الشرقية الاولى والمحببة اكثر لنا كعرب. ثاني شيء الاسماء الكبيرة اللي بنشوفها وبنتفرج عليها، بداية من الصنباطي في مصر، فريد الأطرش، منير بشير في العراق، الأستاذ نصير شمة اللي أنا يعني تتلمذت في مدرسته على إيد الأستاذ الكبير شيرين تهامي. طبعا إضافة لعازفين كثير عندهم هالروح الحلوة وهالإحساس الحلو في آلة العود يعني. فدخلنا هذا المجال على أساس أنه نتعلم يعني هيك على الخفيف وعلقنا الواحد علق فخلص يعني مثل الإدمان بيصير. هو فعليا أصعب الآلات الواحد يتعلم عليها هي الآلات الوترية. اي نعم صحيح صحيح. آلات العود طبعا يعني صحيح يعني مهم جدا انك تركز في ايدك اليسار. صحيح نعم وضعك ايضا ويكون في تزامن بين الايدتين، يكون في دقه في التون الصوتي لانه بتختلف عن مثلا على اله البيانو. البيانو التون فيها مزبوط، بس الالات الوتريه الكمانجه العود لها دوزان. طبعا اول شيء يبغى لها دوزان، ثاني شيء لازم تكون دقه في العفق. صح. بيسموه هذا ضرب الاصبع بيسموه العفق. نعم. لازم يكون في دقه في العفق عشان يكون في صوت صحيح ونظيف. طبعا ضربه الريشه تكون جيده يعني حتى تكون العزف جميل. فنان سامر، هل الموسيقى العربيه فقدت خصائصها في هالزمن ام ما زالت؟ طبعا هذا الحديث السائد عند الموسيقيين انه للاسف يعني تراجعت شوي الموسيقى العربيه. مع وجود بعض الشخصيات اللي هي عم تحاول انها تدافع عن الموسيقى او انه تخليها بالمستوى الجميل اللي هي فيه. طبعا في اسماء حلوه موجوده مثلا في مصر وفي سوريا وفي فلسطين ايضا، في يعني في لبنان، في لسه بعض الفرق وبعض الشخصيات الموسيقية المعروفة عم تحاول انه تعمل موسيقى حلوة، ولكن الموسيقى التجارية اللي احنا هلا عم نسمعها على التلفزيون للأسف كلها صارت موسيقى استهلاكية. ممكن انك تسمعيها تنبسطي فيها لفترة معينة بعدين خلص راحت، ما عاد عندنا هاي الموسيقى العظيمة اللي سووها العمالقة ان كان في الوطن العربي بمختلف اقطاره او حتى في الخليج اللي هن أساتذة كبار يعني كمان عملوا موسيقى عظيمة يعني. نعم اليوم أيضا العود ما شاء الله مثل ما ذكرت في البداية هي آلة يعني شرقية بحتة، ولكن تواجدت في يعني في بعض المقامات الغربية ربما. صحيح. ولاحظنا في الفترة الأخيرة ما شاء الله بعض المحترفين يعني طوعوا هذه الموسيقى اللي لتسخيرها في الجانب الآخر اللي ما تعودنا نسمع. صحيح. العود شو رأيك بهذا الأمر؟ صحيح. في أمثلة كثير مثل ما حكينا قبل شوي عن أساتذة. نعم. مثل الأستاذ منير بشير ومثل الأستاذ نصير شمة. نعم. يعني طوعوا الآلة لحتى أنه يعزفوا فيها النمط الغربي. ولكن من دون أن يشوهوا صورة العود، يعني من دون أنه يلغوا شخصية العود عم. نعم. يعزفوا الغربي بطريقتهم، وحتى ألفوا مقطوعات على قوالب موسيقية غربية حتى تتناسب كمان مع موسيقانا يعني. فهذه مرحلة كثير متقدمه من يعني من من الخبره في الموسيقى والتمكن على آلة العود والتمكن من العزف. نعم فنان سامر، بما نحن في اجواء العيد والفرح والمناسب بنسمع معك شيء. اكيد اكيد. بس لا انا بودي تعرفيه عقب طبعا هاي المقطوعه اللي طلبتها. لك مقطوع معين يعني؟ نبغى نسمع شيء، ممكن نسمع شيء غربي او يعني بهذا الستايل هلا ولا ما تحب؟ يعني حسب ان شاء الله. هلا نشوف. رح أعزف من الأغاني التراثية الجميلة لدولة الإمارات طبعا. Thank you.
الله يخليك. الله يا دار زايد كيف محلاها اكيد. الله يا دار زايد الله يحفظك فعلا. الله يخليك. ابدعت في معزوفتي خلي اخيره اليوم يعني ما شاء الله من خلال ابداعك هذا واحترافك كيف يخليك. تعمل على ايضا تواجدك الفني في المحافل الداخليه والخارجيه؟ حاليا منشارك بمعظم النشاطات اللي بتكون يعني دائما موجوده في بيت العود العربي، لا ازال على تواصل مع هذا المكان الصرح العظيم بمشاركات مع مثل ما خبرت حضرتك بكثير من النشاطات اللي بيعملوها، وإضافة إلى أنه أنا عم أشتغل على مشروعي الخاص، يعني عم بحاول أني أعمل شيء في الموسيقى، في عندي مشروع تعليم اللغة العربية عن طريق الأغاني، هذا لغير الناطقين بها، هذا من أحد المشاريع اللي أنا عم أشتغل عليها، بحيث أني أعمل بعض الأغاني بكلمات سهلة وبسيطة سلسة، مثل ما نحن أحياناً بنحاول نتعلم اللغة الإنجليزية بتعلم الأغاني الغربية، فنحن كمان بنحاول نعمل هذا الشيء، يعني هذا أحد المشاريع الموجودة. وأحد المشاريع أنه كمان أشتغل على الطفل، أنه نعلم كمان الطفل اللغة من خلال الموسيقى والكلمات والأغاني بشكل عام. نعم. هاي بعض الأمور اللي ممكن بشتغل عليها حاليا. نعم. فنان سامر، خلينا نتكلم عن دراستك في بيت العود. نعم. تعطيني نبذة عن هذه الدراسة اللي درستها في بيت. أنا بدأت دراستي في بيت العود في بداية في مصر. نعم. درست فترة في مصر، هو دراسة في بيت العود عبارة عن سنتين، فدرست فترة في مصر، ولما اجيت على الإمارات العربية المتحدة دخلت بيت العود، كملت دراستي في بيت العود أبو ظبي، طبعا على إيد الأستاذة شيرين تهامي بوجه لها كل التحية والشكر، تعبت معنا كثير وعطتنا كثير. فبعد هذا المجهود من السنتين ومن العمل على التمرين، طبعا تمرين متواصل على المقطوعات والأغاني والموسيقى يعني بشكل عام، طبعا تحددوا أنه بإمكان الطالب سامر الكردي التخرج، وصل لمرحلة جيدة والحمد لله. تخرجت في سنة 2017 شهر 4 على طبعا على يد الأستاذ شيرين والأستاذ الدكتور نصير شمة طبعا تحت إشرافه. وكان لي تجارب سابقة في لما كنت عايش في سوريا، درست على إيد أحد الأساتذة المهمين هناك إبراهيم محمد إبراهيم بوجه له تحية، طبعا أعطاني كثير تفاصيل، ولكن بيت العود كانت النقلة النوعية لحتى أني أمتلك أدوات أخرى غير اللي أنا كنت ممتلكها، فبيت العود له كل الفضل بالشيء اللي أنا وصلت له طبعا. أكيد. موهبتك بعد هي الأساس يعني هذا شيء أكيد. صحيح. يعني ما في أي فنان أو عازف بيقدر أنه يعمل أي شيء إذا كان عنده موهبة وإصرار، يعني تمرين متواصل لازم لحتى يوصل الواحد لهالمرحلة. نعم. لا أيضا ما شاء الله هو في البداية قال داش كهاوي ببيت الفن. صحيح. الفن. صحيح. بيت العود وتوحد. لكن لا ما شاء الله هو اصلا متميز يعني محترف. يعني انا كان حلمي بس انه اعزف مثلا اي اغنيه، مثل حلم اي حدا حابب يعزف عود، طب امتى ممكن اتعلم اغنيه امتى كذا، فبدات فشفت انه ما بيكفي، يعني ما بيكفي لحتى انه يعني تتملكني السعاده اني اعزف اغنيه بشكل بسيط. نعم. لا لازم اني اخذ اكثر واتعلم اكثر حتى اتعلم الطرق الادوات مثل ما قلت لك، يعني الادوات الكثيره لحتى يطلع الصوت. نعم. والنغم جميل. تكلمنا في يعني نصف الحوار ان الموسيقى العربيه ربما يعني تختطف بعض الاحيان. نعم. أنت كفنان وأيضا كعازف كيف تساهم في الحفاظ على هذا الموروث لكي يبقى وينتقل إلى الأجيال القادمة؟ أولا من عن طريق أني أحافظ على الآلة أولا، أحافظ على طريقة العزف الجميلة فيها، وأقدمها في أي مكان أنا بكون متواجد فيه، إن كان بأي دولة عربية وبمقدمتها دولة الإمارات الحبيبة طبعا، أقدمها بالشكل الصحيح، أقدمها بالشكل اللي الناس مثل ما حضرتكم لاحظتوا أنه يكون في نوع من السعادة والشيء الجميل، أدخل البهجة على الناس، إضافة إلى أنه طبعا أقدم بعض الأعمال اللي أنا هلأ كمان عم أشتغل عليها، هي بعض الأعمال الموسيقية منها أغاني ومنها
بعض الجمل الموسيقية اللي عم بشتغل عليها لحتى أنه تكون أقدر أقدمها ويكون من خلالها أنه يكون هذا الألحان أو هذا الشيء اللي عم أقدمه يكون شيء مهم يكون مردوده على الناس وعلي يكون مردود جميل يعني بحيث أنه يحافظ على هاي الصورة الجميلة عند الناس للموسيقي ولعازف العود. نعم فنان سامر، تكلمنا عن الألوان الغنائية الخاصة فيك. الألوان الغنائية الخاصة، أنا بسمع كل شيء وبحب كل الألوان الموسيقية إن نعم. كان إن كانت عراقية أو سورية أو إماراتية أو أي شكل من الأشكال أنا بحب أسمعه، بحب حتى بسمع الغربي وبسمع كل الألوان لأنه الفنان لازم يكون غني بكل هاي الألوان الموسيقية. نعم. طبعا مثلي مثل أي كمان عازف موسيقي بحب الموسيقى القديمة تبعتنا اللي هي موسيقى التراثية، الموسيقى اللي فيها اللي صنعوا الموسيقى سابقا هن مثلا مثل رياض الصنباطي والأصبجي وفريد الأطراش اللي عملوا أعظم الألحان لأم كلثوم، اللي مثلا محمد عبد الوهاب اللي هو كان من أهم الموسيقيين اللي لليوم مرقوا يعني ما في حدا مثله أنا بالنسبة إلي بنظري، أنا جدا بحب. وبعض التجارب الأشخاص اللي موجودين هلأ بالساحة حلوين فبسمعهم يعني هاي بشكل عام. نعم طبعا ملتقى الفجيرة الأول العود عام 2019 يمكن كان نقلة جميلة وأيضا أكيد. تجربة رائعة مع تنوع أكيد. ضخم أكيد. يعني من الفنانين من مختلف الدول العربية، كيف كانت هذه التجربة وأثرها صحيح. عليك؟ طبعا بعد الدعوة الكريمة للأستاذ علي عبيد للمشاركة بهذا الملتقى وتحت إشراف سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي هاي الرعاية الكريمة لهذا الموضوع، طبعا حضرنا لهون على الفجيرة لقينا أجواء يعني ليست فقط محلية إنما عالمية، يعني اهتمام شديد بالموسيقيين، اهتمام شديد بالعازفين، دقة في العمل في تحضير الأعمال اللي لخص وقت كتير بحيث إنه نحنا اشتغلنا على الأعمال، قرأنا الأعمال خلاص اشتغلنا. فكانت تجربة مهمة وشفنا عازفين يعني كانوا تقريبا 30 عازف من مختلف الأقطار من مصر وتونس والعراق، فحتى هاي أضافت لنا خبرات جديدة وأضافت لنا شو النواقص اللي موجودة عندنا اللي ممكن نحن نشتغل عليها لحتى نمتلك لون جديد أو طريقة عزف جديدة. ودائما بتخلي الواحد ما يحس أنه وصل للنهاية، يعني في لسه عندك مجال أنه تتعلم أكثر لأنه الموضوع بحر، يعني موسيقى بحر وليست يعني شيء بسيط. نعم. طبعا ما ادري اذا علي توافق لي رايد بنسمع هالمره موسيقى مع صوت. نعم. عزف مع صوت. يا ريت والله. عزف مع صوت اكيد. راح اغني وسامحوني طبعا. لا بالعكس والله تولهينا صرا نبغى. اغنيه للفنان طوني حنا بتقول طال السهر وليالي العيد، بما انه احنا بالعيد. يا سلام. احنا معك. نسمع. الله يخليك. في غنانينا يا رايحين بعيد بعيد بأذكروا ليالينا، طال السهر وليالي العيد نامت عكتف غنانينا، يا رايحين بعيد بعيد بأذكروا ليالينا. طلوا علينا الحبايب أهل المحبة كتار كتار، كل الحبايب قرايب، دق القمر على باب الدار طلوا علينا الحبايب، يا رايحين صغار كبار ابقوا اذكروا ليالينا وطال
السهر وليالي العيد نامت عكتف غنانينا يا رايحين بعيد بعيد ابقوا اذكروا ليالينا طال السهر وليالي العيد نامت عكتف غنانينا يا رايحين بعيد بعيد ابقوا اذكروا ليالينا. الله الله صح لسانك الله يخليك ابدعت تسلم الله يخليك شكرا لك على هذا الوقت الجميل اللي قضيناه معك لكم. طبعا شكرا للاستاذ سامر اشتر الكردي عازف عود شكرا جزيلا الله يخليك شكرا معنا. جزيلا وما قصرت الله يخليك شكرا لكم على الاستضافه الجميله واتمنى لكم عيد اضحى سعيد ان شاء الله واعيادكم كلها مباركه واجب علينا الله يحفظك مستمرين اكيد معكم مشاهدينا الكرام ولكم فاصل ونواصل